جميل جدا. بس يا دكتور محمد، يعني مثلا لو احنا بنتكلم عن الاداء بتاع البورصه وبنقول انه متوسط تداول البورصه في الايام او الفتره الاخيره كان حوالي كام؟ مليار جنيه مثلا؟ لا اقل من ذلك، ولكن أقل من يعني مليار. احجام التداول خلال يعني تقريبا كام؟ 100 بنتكلم حوالي 700 مليون جنيه في المتوسط، لان 700. في ال 200 يعني تقريبا 100 مليون دولار. دولار 100 مليون دولار بالزبط. طب ما انا لما باجي اقارن مثلا البورصه مثلا السعوديه حجم تداول في السوق السعودي صحيح. بلاقي ان ده مثلا بيمثل حوالي 10% تقريبا من حجم التداول. تمام، لان انت في الاخير بتتكلم على المملكه العربيه السعوديه. بص على حجم الناتج المحلي الاجمالي اللي موجود في السعوديه وحجم الناتج المحلي الاجمالي في مصر. بص على البير كابيتا انكم اللي هي متوسط دخل الفرد في مصر اللي هو حوالي 1800 أو 2000 دولار مقارنة بمتوسط دخل الفرد في المملكة العربية السعودية اللي بيربع على 18 إلى 20 ألف دولار. بتكلم عن الفوائد الموجودة لدى الأفراد، احنا بنتكلم على مجتمع يعني الفوائد فيه لدى طبقة صغيرة جدا، وبالتالي هتلاقي أحجام التداول اللي هي بتعكس بشكل أو بآخر الفوائد الموجودة لدى الأفراد. في معظم الدول الأساس في عمليات التداول هم المستثمرون المحليون، وهتلاقي حتى عندنا في مصر ان 75% الى 75% من احجام التداول اليوميه تاتي من المصريين. تمام. و60% بتاتي من الافراد، وبالتالي بصراحه بتعكس الوضع الاقتصادي او تركيبه معدلات دخول الافراد في مصر، ان احنا عندنا الفوائد قليله بالنسبه للافراد، وده اللي بيعكس ليه احجام التداول عندنا اقل بكثير من دوله زي المملكه العربيه السعوديه. البورصه المصريه هل هي اخذت فعلا زي ما كتب في بعض التقارير احسن بورصه ناشئه؟ لا، شوف خليني أقول لك الثلاثة أمور المهمة التي حدثت في البورصة المصرية في 2014 والتي قلما أن تحدث في عام واحد. في سبتمبر بالضبط بالتحديد في 23 سبتمبر 2014 كان هناك احتفالية في بورصة نيويورك، وتوجت البورصة المصرية بأفضل بورصة أفريقية من ناحية التطور والتجديد والابتكار خلال سنة 2014. يليها في نوفمبر من هذا العام بالتحديد 18 نوفمبر فازت مصر برئاسة الاتحاد اليورو آسيوي. تم انتخابي كرئيس البورصة رئيس الاتحاد اليورو آسيوي، وهذه أول مرة منذ قيام هذا الاتحاد الذي يضم 34 بورصة منذ قيامه في 95 ترأسه دولة أو بورصة بخلاف تركيا. لمدة 19 سنة كانت بورصة اسطنبول هي رئيسة لهذا الاتحاد، وهذه أول مرة دولة أو بورصة من باستثناء تركيا تتولى رئاسة هذا الاتحاد. وبعدها بأيام قليلة تم احتفاظ مصر بمنصبها في اللجنة التنفيذية لاتحاد البورصات الأفريقية. ومرة أخرى أذيلك من البيت شعرا أيضا، أنه بعدها بأيام قليلة صدر تقرير مناخ الأعمال ما يسمى بالدوينج بيزنس ريبورت الذي يصدر من منظمة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، واللي قال أن مصر كدولة تقدمت في مناخ الأعمال لدرجة واحدة. لماذا؟ لأن هناك 8 عناصر تقيس هذا التقدم، تراجعت مصر في 6 منها وتقدمت درجة في 1 منها، وتقدمت في الجزئية المتعلقة بحماية المستثمرين والأطراف ذات العلاقة 18 درجة. فالبلد ككل مناخ أعمالها تقدم درجة واحدة بسبب تعديلات قواعد القيد والإفصاح التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة.